هو لسه ما تقدرش تقول ان في دور واضح للنقابات المستقله في تنميه الاقتصاد بعد الثوره، لان النقابات المستقله لسه في طور التكوين والانشاء. Unions are still in the process of formation. ولكن هو اهم شيء يعني ممكن يبقى لينكد يعني متواصل مع عمليه الاقتصاد ان النقابات المستقله the most important thing that is could be a link with the economic growth is بتدعو لتاسيس مبدا المفاوضه في العلاقه ما بين رجال الاعمال. The economic unions are calling for the basis of are going to create the basis of negotiation between رجال الأعمال وبين العمال. Okay, between the businessmen and the workers. So they're creating the basis of the negotiations. They will create. طرفي العملية اللي هما طرفي العملية الإنتاجية. Yes, the two sides of the productive process. How can countries like the U.S., like the European Union, support workers who want to bargain in that way? كيف تقدر تدعم الولايات المتحدة وأوروبا العمال اللي بدهم يتفاوضوا بهالطريقة؟ كيف الحقيقة عن طريق ان النقابات الأوروبية او اتحاد العمال الأمريكي unions in Europe or the United States يلعبوا دورين. الحقيقة الدور الأول مساعدة العمال المصريين في تأسيس نقاباتهم، helping them in establishing their unions here. تدريب النقابيين على عملية إدارة هذه النقابات. Training union workers about the management of the unions. وأيضا تمكينهم أو رفع قدراتهم في عملية التفاوض. Training them in negotiations.